بكم، معاكم إبراهيم حسان، ودي المحاضرة رقم 20 من سلسلة شرح CIE 2020. إن شاء الله النهاردة في المحاضرة دي هنخلص يونت 6، فاضل لنا في آخر سب يونت وهو المانجمنت كنترولز. السب يونت ده هناخد فيه أو هندرس فيه بعض الكنترولز، يعني من وجهة نظر الإدارة، او بعض الكنترولز اللي موجوده في المؤسسه على سبيل العموم، تمام، اللي اي مؤسسه بتعتمد على العناصر ديت اللي احنا هنقولها ك برايمري كنترولز عندها، من الضوابط الاساسيه اللي اي مؤسسه بتعتمد عليها لمواجهه المخاطر اللي بتقابلها. اول حاجه هي الرولز والريسبونسبيلتيز بتاعه الاطراف اللي احنا هنقولها دلوقتي. اول حاجه المانجمنت، ذا سي او شود استابليش ذا تون ات ذا توب، اورجانيزيشنز ريفلكت ذا ايثيكال فاليوز اند كنترول كونسيكوينسز اوف ذا سي او. قلنا ان الاداره العليا هي اللي بتكون التون ات ذا توب في اي مؤسسه. اتكلمنا وقلنا يعني ايه تون ات ذا توب، قلنا يعني الـ 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 النغمة السائدة في المؤسسة، الحالة العامة في المؤسسة، النمط العام أو السائد في المؤسسة. يعني تلاقي الناس كلها مثلا الموظفين في شركة معينة كلهم يغلب عليهم حالة من الإحباط. الحالة من الإحباط دي أكيد ما راحتش عندهم كلهم بالصدفة، لا، الإدارة العليا اللي متمثلة في السي او هي اللي وصلت لهم الحالة ديت. الناس كلها عندها في شركة معينة عندها حالة من الأمل ومن الطموح، وصل لهم أو وصلت لهم الحالة ديت من السي او، قدر ان هو يوصل لهم الحالة دي، عمل تون ات ذا توب، خلى في نمط عام وحالة عامة وشعور عام وأداء عام سائد في المؤسسة. طيب، ذا تشيف اكاونتنج اوفيسر also has a crucial role to play. Accounting staff have insight into activities across all levels of the organization. كمان في دور مهم قوي للchief accounting officer، علشان باعتبار ان الستاف اللي تحتيه او الناس اللي هم بتوع الفاينانس، الناس اللي هم بتوع الاكاونتنج، بيبقى ليهم insight into activities across all levels، بيشاركوا في كافة، يعني الناس بتوع الاكاونتنج والفاينانس دايما تلاقي في اي مؤسسة الجزء بتاع الفاينانس ده جزء مهم جدا، جزء خطير جدا، كل الاجزاء مهمة، كل الاجزاء مهمة، بس هو هنا يعني بيديك ايه، انت في الاول وفي الاخر كل الانشطة، كل الانشطة واي شركة واي مؤسسة كله في الاخر عشان يجيب فلوس، عشان يجيب بروفيت، باستثناء طبعا المؤسسات الخدمية واللي برضو بتبقى يعني من ضمن اهدافها، اللي لم تكن الهدف الاساسي يعني انها برضو تجيب بروفيت. ففي الاخر هتلاقي كل ده بيصب عند الناس بتوع الفاينانس او بتوع الاكاونت، فبيقول لك ده برضو الراجل الهيد بتاعهم ليه اهميه ودور كبير قوي في المؤسسه. تاني حاجه البورد اوف دايركتور او البورد اوف دايركتورز، اعضاء مجلس الاداره. ذا entity's commitment to integrity and ethical values reflected in the board's selections for senior management positions. النزاهة والقيم الأخلاقية بتاعة البورد هتلاقيها باينة فين؟ هتلاقيها باينة في اختيارهم للإدارة العليا اللي هتدير المؤسسة. يعني أنت لما تلاقي مثلا في مدير مؤسسة ما، والمدير ده معروف إن هو كما عن سي او، المدير ده معروف ان هو راجل مش كويس، مش كويس دي لاي سبب من الاسباب، طيب مين اللي جايبه؟ ما هو البورد اللي جايبه. يبقى اذا هنا انت هتتساءل اصلا بشان الانتجريتي والايثيكال فاليوز بتاعه البورد في حد ذاته. To be effective board members should be capable of objective judgment, have knowledge of the organization's industry and be willing to ask the relevant questions about management decision. عشان البورد يكون فعال ويكون بورد effective واكتف
ومش استيفاء كده وما بيعملوش اي حاجه غير ان هم يجتمعوا ويصرفوا بدلات اجتماع، لا عشان يبقى بورد افكتيف فعلا لازم تتوافر فيه ثلاث عناصر اساسيه. اول حاجه انه يكون عنده المقدره على القيام بالobjective judgment، التقدير الموضوعي والحكم الموضوعي، مش احكام شخصيه وفقا للشخص او للهوى. قادرين ان هم ياخدوا ينظروا للامور بنظره موضوعيه ويتخذوا قرارات بناء على الموضوعيه وليس الشخصيه. تاني حاجه ان هم يكون عندهم نوليدج بالاندستري بتاعه المنظمه او المؤسسه اللي شغالين فيها. يعني انا ما ينفعش اكون عضو مجلس اداره في شركه مثلا البان او جبن وانا مهندس مثلا معماري، وكل ولا مهندس مدني وكل معرفتي هي بالطرق والانفراستراكشر، يبقى انا هنا كده في حاجه مش مظبوطه، في خلل. انا كعضو مجلس اداره ايه القيمه المضافه اللي هضيفها في مكاني وانا في مكاني ده؟ فلازم يبقى عند اعضاء مجلس الاداره النولج. الراجل ما قالش ان انت تبقى بروفيشنال يعني، بس عندك النولج بتاعت الاندستري اللي شغاله فيها الشركه. تالت حاجه ان يكون عندهم الرغبه والمقدره ان هم يسالوا الاداره عن القرارات اللي هي بتاخدها، مش البورد في حته والاداره ماشيه في حته وعماله تاخد قرارات وتخفض ايه وتزود ايه وداون سايزنج الايه ومش عارف، والبورد ولا الهوا ولا كانه موجود. لا، لازم البورد يكون قادر وعارف، قادر وعارف يسأل المانجمنت انت ليه بتعملي كذا وليه ما عملتيش كذا. Important subcommittees of the board and organizations of sufficient size and complexity include the audit committee, compensation committee, the finance committee and the risk committee. طبعا دي لجان ممكن تبقى منبثقه عن البورد، لجان تابعه لمجلس الاداره، اللجان دي مكونه من اعضاء مجلس الاداره، بتكون حسب حجم الشركة. يعني هي لو شركة ضخمة هتلاقي فيها عدد أكيد لجان كبير، لو شركة لأ على صغيرة ومحدودة ممكن ما تلاقيش لجان أصلا وتلاقي هم أعضاء مجلس الإدارة بنفسهم اللي بيبشروا الأعمال بدون سب كوميتيز يعني whatever. ولكن هو بيقول لك من أهم وأشهر اللجان الأوديت كوميتي، لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والتعويضات واللجنة المالية ولجنة الريسك. internal auditors ده يبقى احنا ده كده كان المانجمنت كنترول. المانجمنت الرشيده كنترول للمؤسسه، بيحمي المؤسسه. والبورد كنترول، الافكتيف بورد اوف دايركتورز كنترول، بيحمي المؤسسه. نفس الكلام الانترنال اوديتورز، الانترنال اوديتورز احنا كنترول لان احنا بنحمي المؤسسه. Management is ultimately responsible for the design and function of the system of internal controls. الإدارة العليا أو الإدارة هي اللي مسؤولة عن تصميم وتشغيل نظام الرقابة الداخلية، تمام؟ وإحنا الكلام ده بالفعل قلناه في يونت 5. However, an organization's internal audit function may play an important consulting and advisory role. ولكن الانترنال اوديتورز ممكن يكون ليهم دور في الموضوع ده، ان المانجمنت ممكن تلجأ لهم وتستفيد من خبراتهم في هذا المجال. The internal audit function also evaluates the soundness of the system internal control by performing systematic reviews according to professional standards. غير ان احنا ممكن ندي consulting او advisory، لا ده احنا كمان هنقيم نظام الرقابة الداخلية ده ونقيم مدى صلابته ومدى سلامته، وان هو نظام رقابة داخلية سليم ونظام رقابة داخلية مفهوش ثغرات. وهنعمل الكلام ده according للبروفيشنال ستاندردز اللي احنا بنتبعها كمراجعين داخليين، للمعايير المهنية اللي احنا ملتزمين باتباعها. انا ممكن اساعد المانجمنت بشأن الانترنال كنترول، الرقابة الداخلية على مستوى المؤسسة ككل، سواء اساعدهم من خلال ان انا ادي ادفايس، من خلال ان انا ادي كونسلتيشن، او من خلال ان انا بعمل الاسسمنت بتاعي الطبيعي اللي انا المفروض بعمله في الاشورنس انجيجمنت او في المهام التأكيدية بتاعتي في الاودت بتاعي.
To remain independent in the conduct of these reviews, the internal audit function can't be responsible for selecting and executing controls. وعشان خلي بالك بفكرك ان انت في الاول وفي الاخر كمراجع independent مستقل ما ينفعش تدخل ابدا في اي مرحلة او اي عمل related بالselecting او الاكسكيوتنج للكنترولز. ما ينفعش اقول اعملوا كنترول كذا وبلاش كنترول كذا، ولا ينفع ان انا انفذ كنترول بنفسي واديزاين كنترول مع الناس. تمام، واحنا الكلام ده يعني اظن قلناه قبل كده. other personnel، كل كمان اللي شغالين في المؤسسة. everyone in the entity must be involved in the internal control and is expected to perform his or her appropriate control activities. كل اللي شغالين في المؤسسة يجب ان هم يشاركوا في نظام الرقابة الداخلية بتاع المؤسسة، وكل واحد يؤدي دوره المنوط بيه. In addition, all employees should understand that they are expected to inform those higher in the entity of instances of poor control when controls are not functioning as intended. ومطلوب من الموظفين دول اللي شغالين في الشركة على وجه العموم او في المؤسسة على وجه العموم، ان اي واحد كلهم متوقع منهم ان اي حد يبقى فيه مشكلة يلاحظ او يشوف مشكلة في الكنترول في الفانكشن اللي هو شغال فيها ومقدرش ان هو يعالج المشكلة ديت، لازم يبلغ الهاير ليفل، يبلغ المدير بتاعه. وبتقابلنا قوي المشكلة دي وانت بتقودت على حد، تقول له والله مش عارف الريبورت اطبع لي لو سمحت الريبورت الخاص بكذا، لك لا والله في مشكلة في الريبورت ده مش بيطبع وعشان كده للأسف مش عارفين نظبط رصيد العهدة. طيب حضرتك بلغت الهاير ليفل؟ لا والله ما انا هم اكيد عارفين فان شاء الله احنا مستنيينهم يصلحوها. طيب ما هم اكيد عارفين منين؟ ما هو طالما حضرتك اللي هو اخر حلقة في السلسلة ما بلغتش، هو هيعرف منين؟ تمام، فبيقابلنا قوي الموضوع ده ان لازم كل واحد في دوره منوط بدور. قابلت او شفت مشكلة، عرفت ان في مشكلة في الانترنال كنترول او في كنترول معين وما قدرتش احلها او ما اتحلتش، لازم ابلغ الهاير ليفل، المستوى الاعلى. تاني حاجه الامبوزد كنترول اند السيلف كنترول. امبوزد كنترول از ذا تراديشنال ميكانيكال ابروتش. It measures performance against standards and then takes corrective action through the individual responsible for the function or area being evaluated. Though common, it has the drawback that corrective action tends to come after performance. The result may be a response to poor performance rather than its prevention. الامبوزد كنترول حاجة كده زي فكرة يعني الكوركتيف كنترول. هو بيقول لك ان الكنترول هنا معتمد على ان انت بتفضل قاعد مستني لحد ما تشوف في الاخر البرفورمانس هيحقق كام في المية، وليكن حقق 70%، وانت كنت متارجت ان البرفورمانس ما يقلش عن 90%، فبتيجي في الاخر خالص وليكن نهاية السنة، نهاية الكوارتر، نهاية الشهر، whatever، تقوم جاي قايل ايه ده البرفورمانس فرق عن التارجت، لا انا هاخد كوركتيف كنترول، انا هصحح الموضوع ده، وتبتدي تاخد الاجراء التصحيحي بتاعك. بس خدت الاجراء التصحيحي بتاعك امتى؟ بعد ما المشكله بالفعل حصلت. انما السيلف كنترول ايفالويتس ذا انتاير بروسيس اوف مانجمنت اند ذا فانكشنز بيرفورمد، ذس ات اتمبت تو امبروف that process instead of simply correcting the specific performance of the manager. Management by objectives is an example. السيلف كنترول ده بقى كنترول ذاتي، يعني في نوع كده تقول في رقابة لصيقة، يعني في رقابة لصيقة، كنترول ذاتي، مش مستني لحد ما في الاخر ابص، لا ده انا عاوز ابقى انا ماشي معاك خطوة بخطوة ولحظة بلحظة بحيث ان احنا نحسن من امبروف من البروسيس اول باول. قال لك زي المانجمنت باي اوبجكتيفز، ان انا اصلا يبقى عندي ان انا بدير الناس وفقا لاوبجكتيفز انا محددها وماشي في اتجاهها رايح لها، مش ان انا قاعد واشوف البرفورمانس بتاع الناس ايه، لا والله كده لا، يبقى احنا محتاجين ان احنا نحط هدف لكذا
ومش عارف ده، لا يبقى احنا محتاجين، لا مش ده احنا مش لسه هنحتاج، احنا اوريدي عارفين احنا عاوزين ايه وماشيين ليه، واحنا عارفين عايزين ايه وماشيين ليه بنعمل سيلف كنترول، بنعمل تقييم ذاتي او كنترول ذاتي، تمام، في لحظه بلحظه. Alternative definition of control. سواير ده كتاب مشهور في 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 علم الكنترول والانترنال كنترول والاوديت على وجه العموم. In سواير's internal auditing بلا 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 بلا. Definition of internal control is as follows. The employment of all the means devised in an enterprise is promote, direct, restrain, govern. هو بيقول لك ده definition، غير بقى ال definitions بتاع ال internal بتاع ال control اللي احنا خدناه ده، في definition من وجهة نظر تانية اهي. ان ال definition بيقول ايه بقى، the employment of all the means devised in an enterprise to promote, direct, restrain, govern, and check upon its various activities for the purpose of seeing that enterprise objectives are met. إن أنا بعمل employment إن أنا ال control هو إن أنا بعمل كل ال functions دي، إن أنا ب promote وب direct وب restrain وب govern and check upon its various activities for the purpose of seeing that enterprise objectives are met. ان انا بشجع الكنترول ده، الغرض منه انه يشجع ان الاوبجكتيف يتحقق، وانه يوجه المسارات علشان نقدر نحقق الاوبجكتيفز بتاعه المؤسسه، وان انا برسترين وبجفرن، وان انا بجفرن وان انا بكنترول، وان انا بمنع حاجات واهولد حاجات، وان انا بتشيك ابون، وان انا يعني بتابع كل المعاني اللي احنا قلناها قبل كده. بس هو ديفينيشن يعني ايه، شامل، ديفينيشن جامع كده يعني، تمام. This means of control include but are not limited to form of organization, policies, systems, procedures, instructions, standards, committees, charts of accounts, forecasts, budgets, schedules, reports, record, checklists, method, devices and internal auditing. ماشي، كل دي يعني بيقول لك ان الكنترول ممكن يجي في كل الاشكال دي، ممكن يجي في شكل السياسات، في شكل الاجراءات، في شكل النظام الالي، في شكل التعليمات اللي صادره، في شكل الموازنات، في شكل التقارير، في شكل التشيك ليست معمول، في شكل الانترنال اوديت في حد ذاته كنترول. كل دي اشكال متعدده للكنترول. الorganization، organization as a means of control. الorganization بقى في حد ذاتها كأنها control لنفسها. is an approved intentional structuring of rules assigned to people within the organization so that it can achieve its objectives efficiently and economically. الorganization والstructure، الorganization دي عبارة عن ايه؟ هو بيقول لك هناخدها من منظور ان هي structure وافراد على الstructure ده، وكل واحد من الافراد دول ليه الrules والresponsibilities اللي المفروض يحققها او ينفذها او يلتزم بيها. طيب responsibilities should be divided so that no one person will control all phases of any transaction. اكيد، وده وفقا لمبدا السيجريجيشن اوف ديوتيز اللي احنا اتكلمنا عنه المره اللي فاتت. لازم الريسبونسبيلتيز تبقى متوزعه ومفيش حد معاه الفيز كلها من A to Z. Managers should have the authority to take the action necessary to discharge their responsibilities. اي حد هديله ريسبونسبيلتي لازم يبقى معاه الاثوريتي ومعاه الباور انه يقدر يحقق الريسبونسبيلتي دي. انما ما اقولكش انت مطلوب منك كذا وكذا 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 وكذا، وهسالك عن كذا وكذا 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 وكذا، طب اديني تولز، لا والله انت وشطارتك، لا ما ينفعش.
Individual responsibility always should be clearly defined so that it can be neither sidestepped nor exceeded. لازم كل فرد يبقى عارف مسؤولياته ايه، فلا أقصر فيها ولا ان انا اخد حاجة بزيادة مش بتاعتي. An official who assigns responsibility and delegates authority to subordinates should have an effective system of follow-up. Its purpose is to ensure that tasks assigned are properly carried out. الناس الافراد اللي منوط بيهم اصلا ان هم بيوزعوا المسؤوليات والمهام على الناس، مش يوزع المسؤوليات والمهام وخلاص كده دوره انتهى، لا لازم يتابع ويشوف الناس عملت ايه. انا في عندي 3 في التيم، اديت كل واحد responsibility واديت كل واحد رول معين يقوم بيه، لازم عليا ان انا اعمل فولو اب وان انا اشوف التزم وحقق اللي هو الريسبونسبيلتي المطلوبه منه او الرول اللي مطلوب منه او الاوبجكتيف وات ايفر اللي مطلوب منه ولا لا. The individuals to whom authority is delegated should be allowed to exercise that authority without close supervision. But they should check with their superiors in case of exceptions. تمام. طيب بيقول لك الناس اللي هنعمل لهم delegation، انا delegation يعني ايه؟ يعني تفويض. يعني مثلا انا راجل مدير، تمام، وعندي في تحتي تيم، فانا عايز التيم ده اخلق منه كوادر، مش عايز ان انا كمدير انا اللي بعمل كل حاجه، انا عايز يبقى في كوادر تحتيه، علشان انا لو في يوم من الايام مشيت على غير العاده، محدش بيمشي، عشان انا لو في يوم من الايام مشيت يبقى في حد تحتيه يقدر العمل يسير وفقا للشكل الطبيعي وما يحصلش اي disruption. طيب انا ده هعمله ازاي؟ من خلال ان انا كل فتره كده بعمل ديليجيشن، بعمل تفويض حاجه من الحاجات اللي انا كنت بعملها ومحدش بيعرف يعملها غيري، بنده لواحد من التيم، تعالى يا اكس انت بتعرف كذا دي تعملها؟ اكيد لا. طب تعالى اعرفك دي بتتعمل ازاي، انت المفروض هتعمل كذا وبعديها كذا وبعديها كذا وبعديها كذا، عرفت؟ طب انا هديك التفويض وهديليجيت البروسيس دي ليك، ويروح يلا ايه اعملها. فالمفروض لما يروح يعملها the individual's to whom authority is delegated، المفروض ان انا اسيبه وما اعملوش بقى close supervision، ما بقاش بقى لازق له وها عملت ايه وريني، لا ما هو انا عايز اديله self confidence، عايز اديله بقى الثقة في نفسه ان هو يقدر يعملها، ولكن على فترات لو في حاجات بقى اب نورمال او unusual ممكن فعلا اقول له خدت بالك من كذا، طب خلي بالك عشان لو حصل كذا دي ممكن تبقى جديده وهكذا. People should be required to account to their superiors for the manner in which they have discharged their responsibilities. ماشي، يعني يعتبر نفس الكلام. The organization should be flexible enough to permit changes. The organization should be flexible enough to permit changes in its structure when operating plans, policies and objective change. تمام. لازم الorganization يبقى فيها قدر كبير من المرونة، لأن في قدر كبير من التغيرات. فانا لازم يبقى عندي مرونه في البلانز وانا بعمل البلانز بتاعتي وانا بعمل البوليسز وانا بحط الاوبجكتيفز بتاعتي وانا بحط الاستراتيجي بتاعتي، لازم يبقى عندي قدر من المرونه في الكلام ده كله، لان انا اوريدي عارف ان انا مش شغال في 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 حاله من الاستابيليتي، لا ده في تشينجز وتشينجز كمان يعني حاليا تحديدا متسارعه وقويه. Organizational structures should be as simple as possible. لازم الاستراكشر بتاع المؤسسة يبقى بسيط قدر الإمكان، مش معقد، مش complex. Organization charts and manuals should be prepared. لازم يبقى في charts معمولة للorganization وفي manuals
ابقى عارف الاورجنايزيشن دي بتتكون من ايه، الشارت بتاعها مين فين وكل واحد مكانه فين، ومانيوال لكل واحد المفروض دوره ايه والمفروض يعمل ايه، ودي خاصه بمين ودي خاصه بمين. They help plan and control changes in as well as provide better understanding اكيد of the organization. تمام، المانيوالز دي والتشارتس دي هتساعدني وانا بعمل البلان اند كنترول التشينجز ان، وانا كمان يعني هتساعدني وانا بعمل اي بلان ليا كمؤسسه، وهتساعدني وانا بكنترول التشينجز وانا قادر لما يحصل في اي تشينجز ان انا اقدر اسيطر عليها واتحكم فيها، غير ان هي هتساعدني في ان انا اعمل اندرستاندنج وابقى فاهم المؤسسه اكيد. The organization chain of authority and assignment of responsibilities. وهتساعدني كمان وانا بحدد الـ chain of authority وافهم الـ chain of authority في المؤسسة ماشية ازاي. chain of authority اللي هي يعني مين اللي معاه الـ authority، وبعديها مين وبعديها مين وبعديها مين لحد ما نوصل يعني ايه للراس الكبيرة. And the assignment of responsibilities والتكليف كمان بالمسؤوليات الجديدة. البوليسز شكل من اشكال الكنترولز. البوليسز A policy is an stated principle that requires guides or restricts action. Policies should follow certain principles. البوليسي ببساطة هي principles او principle بيرشدني الحاجة او بيبعدني عن حاجة، يعني بيرشدني لطريق معين او بيبعدني عن طريق تاني معين. تمام، بس ايه in general في العموم. Policies should be clearly stated in writing in systematically organized handbooks, manuals or other publications and should be properly approved. تمام، لازم ان هي تكون written، لازم البوليسي ما ينفعش يقول لك والله احنا عندنا سياسه في الشركه فتقول له السياسه، بيقول لك لا السياسه هنا. لا دي كده مش سياسه، دي كده حاجه تانية. انما السياسه عشان اقدر اقول عليها سياسه لازم تكون ابروفد، لازم تكون ريتن، علشان ما يبقاش كل واحد يفسر بدماغه ولا كل واحد يالف من عنده، لا احنا كلنا لينا ريفرنس بنرجع له. But when an organizational, the organizational culture is strong, the need for formal written policies is reduced. In a strong culture, substantial training results in a high degree of acceptance of the organization's key values. Thus, such values are intensely held and widely shared. وبيقول لك وده برضو يعني مش هتلاقيه في أرض الواقع قوي، بس يعني بيقول لك إنما لو المؤسسة matured جدا والكالتشر عندهم سترونج بشكل يعني قوي، مش هتلاقي حد بيلف ويدور ولا فتقدر هنا ساعتها ان ممكن ان البوليسي ما تبقاش بشكل فورمال او شكل ريتن. ماشي، ده هتنفع عشان لما يجي لك، هو دي الفكره فيها، عشان ما يجي سؤال يقول لك ان اي مؤسسه لازم ان البوليسيز تبقى ريتن، فانت هنا تبقى عارف لا مش شرط اي مؤسسة، لان وفقا لنظريا يعني ان لو مؤسسة الكالتشر فيها سترونج والناس بقى الاثيكال فاليوز ضربة في السقف، فبالتالي هنا ممكن ما نبقاش محتاجين يعني written policies او. Policies should be systematically communicated to all officials and appropriate employees. لازم البوليسي تبقى كل الناس في المؤسسة عارفاها. Policies must conform with applicable laws and regulation. They should be consistent with objectives and general policies prescribed at higher levels. لازم اي بوليسي هطلعها تبقى متوافقة مع القانون. طبعا ما ينفعش ابقى انا مطلع سياسة كشركة معارضة للقانون او معارضة لسياسة سابقة انا كنت طلعتها او صدرت عني. Policies should be designed to promote the conduct of authorized activities in an effective, efficient and economical manner. They should provide a satisfactory degree of assurance that resources are suitably safeguarded. لازم اي وانا بأصدر اي policy او بطلع اي policy ابقى واخد في اعتباري
ان انا بوجه الناس لحاجه معينه، فلازم التوجيه ده ياخد في اعتباره الافكتيفنس والافشنسي والايكونوميكال مانر، يعني ما وجههمش ان هم في فعلا اوبجكتيف يحققوه، في حين ان علشان هيحققوه بالطريقه اللي انا قلت عليها في البوليسي دي احنا هنستهلك كم مهول من الموارد، او فانا كده يعني ضربت الافشنسي والايكونوميكالي مانرز في سبيل ان انا احقق اهداف معينه. لا، لازم باخد الاعتبارات ديت وانا باصدر اي سياسه او بوليسي. Policies should be periodically reviewed. البوليسز لازم يتم مراجعتها بشكل دوري اكيد، لان احنا في تشينجز وممكن اللي يكون ملائم ليا في فتره يكون غير ملائم تماما في فتره اخرى. They should be revised when circumstances change. نفس الكلام. البروسيجرز ديت هي اللي هتخليني اقدر انفذ البوليسي. Procedures are methods employed to carry out activities in conformity with prescribed policies. مش احنا قلنا في البوليسي ان احنا عايزين نزود مبيعاتنا خلال الفترة الجاية، تمام؟ طيب ازاي بقى هنزودها؟ اجي في البروسيجرز واقول لك ازاي هنزود المبيعات بتاعتنا من خلال ان احنا هنعمل كذا وهنعمل كذا وهنعمل كذا. يبقى البروسيجرز ما هي التفاصيل اللي انا همشي عليها عشان اقدر احقق البوليسي. يبقى البوليسي بتيجي بتجايد مي ان جنرال في العموم، وتيجي بقى البروسيجرز بتقوم بدور بقى السبيسيفيكيشنز بقى الديتيلز ازاي اقدر احقق البوليسي او امشي على الجايد اللي كان في البوليسي. The same principles applicable to policies also are applicable to procedures. In addition، يعني كل الحاجات اللي انا خدتها في اعتباري وانا بعمل البوليسي برضو باخدها في اعتباري وانا بعمل البروسيجر، بالإضافة كمان إن هي to reduce the possibility of fraud and error. Procedures should be coordinated so that one employee's work is automatically checked by another who is independently performing separate prescribed duties. The extent to which automatic internal checks should be built into the system of control depends on many factors. ماشي. بيقول لك كمان عشان اقلل احتماليه الخطا واحتماليه وجود احتيال، الاجراءات لازم تبقى كوردينيتد. بحيث كوردينيتد يعني ايه؟ يعني بحيث ان one employee's work is automatically checked by another. اي شغلانه حد هيعملها البروسيجرز بتاعت العمل، وانا بعمل البروسيجرز بتاعت العمل، استاذ فلان اللي هيستلم الفايل بتاع كذا وهيسلمه لفلانه، وفلانه هتعمل مش عارف ايه، والمفروض ان الراجل بتاع السيلز في اليوم يعمل عدد معين من الكولز اللي مش عارف مين علشان يأب سيلينج. الاجراءات دي لازم تاخد في اعتبارها ان اي حد هيعمل شغلانه في حد is automatically checked by another who is independently performing separate prescribed duties. حد تاني هيبص عليها، تمام؟ الاكستنت بقى to which automatic internal check، الاكستنت بقى لأي مدى، هل أنا كل حاجة أي حد هيشتغلها لازم برضو أي حد تاني يراجعها أو يبص عليها، ولا لأ في حاجات ماينر في حاجات ماتيريال؟ ده بيبقى بناء على الاعتبارات الكوست، وبناء على الديجري اوف ريسك، وبناء على الاوبريشنال امباكت، يعني حسب الاعتبارات دي. فور نون ميكانيكال اوبريشنز بريسكرايبد بروسيجرز شودنت بي سو ديتيلد اس تو ستيفل ذا يوز اوف جادجمنت. يعني النون ميكانيكال اوبريشنز prescribed procedures shouldn't be so detailed. انا برضو يعني ايه مش هينفع وانا بعمل البروسيجر ان انا هقول مثلا يعني
لازم اسيب مساحه من الحريه للموظف. يعني ايه مساحه من الحريه؟ يعني انا قلت مثلا في موظف هينفذ كذا، الموظف التاني لازم خلال اليوم يكون راجع كذا، تمام؟ واحد عاملها واحد خلال اليوم، ما ينفعش خلال اليوم الساعه 10 يكون راجعها. لا، ما انا مش جاي برضو يعني انا مش جاي اعرف الناس، انا مش عامل بروسيجر عشان اعرف الناس، ما انا برضو عايز اسيب مساحه للناس ان الناس تتحرك. فانا بحط البروسيجر وديتيلد، بس مش بالدرجه اللي تموته. تو بروموت، طالما هي مش حاجه تكنيكال مهوله، يعني انت ممكن مثلا لو حاجه فانكشن في الاي تي لا تلاقيها ده مش بالساعه بس، ده بالساعه وبالدقيقه، تمام؟ انما يعني حسب الفانكشن. To promote maximum efficiency and economy, prescribed procedures should be as simple as، تمام، زي ما قلنا تبقى بسيطة وسهلة ومفهومة قدر الإمكان. Procedures shouldn't be overlapping, conflicting or duplicative. ما ينفعش إن أنا أطلع procedure متعارضة مع procedures كنت طلعتها قبل كده، أو إن هي متداخلة معاها، فتلاقي اللي مش عارف هو إيه اللي المفروض فيهم تتعمل الأول. او تكراريه، انا عمال اكرر الكلام وبتطلع بروسيجر. يا عم ما احنا طلعنا زيها واحده قبل كده ومفيش اي حاجه جديده، ايه الجديد؟ بروسيجرز شود بي بريودكلي ريفيود، اكيد طبعا. بوليسيز، بروسيجرز، كل حاجه لازم كل فتره تتقيم ويعاد النظر فيها، مفيش حاجه كده اللي هي ايه طول العمر. بيرسونال، الاشخاص. People hired or assigned should have the qualification to do the jobs assigned to them. أكيد. The best form of control over the performance of individuals is supervision. الإشراف، السوبرفيجن، هو أفضل كنترول أقدر أقوم بيه على الأداء بتاع الناس. Hence, high standards of supervision should be established. The following practices help improve control. New employees should be investigated as to honesty and reliability. لازم الناس الجديدة اللي جاية أتحقق من مدى الـ honesty والـ reliability بتاعتهم. Employees should be given training that provides the opportunity for improvement. تمام. Employees should be given information on the duties and responsibilities of other segments of the organization. They will better understand how and where their jobs fit into the organization as a whole. لازم الناس تبقى عارفة واجباتها وعارفة مسؤولياتها وفاهمة وعارفة، ماشي كلام يعني مش هو شارح نفسه يعني. The performance of all employees should be periodically reviewed to see whether all essential requirements of their jobs are being met. لازم براجع الأداء بتاعهم واشوف هل حققوا اللي مطلوب منهم. Superior performance should be given appropriate recognition. والناس اللي عندها أداء ممتاز لازم نحييها ونقدرها، سواء التقدير والتحية دول كانوا معنويا أو ماديا. Shortcoming should be discussed with employees. والناس اللي عندها مشاكل وما قدرتش تحقق المطلوب منها لازم أقعد معاها وأفهم منها ده حصل ليه وهنعالجه إزاي وإيه الإمبروفمنت اللي ممكن نعملها عشان ما نقعش تاني. Accounting. Accounting is the indispensable means of financial control over activities and resources. It's a framework that can be fitted to assignment of responsibility. Moreover, it's the financial scorekeeper of the organization. الاكاونتنج بنتكلم على الاكاونتنج كالمحاسبه، يعني المحاسبه الماليه. بيقول لك ان هي في الاخر الفاينانشال سكور كيبر اوف ذا اورجانيزيشن، ده اللي في الاخر يا باشا ماسك وعمال يسجل انت جبت جون ولا دخل فيك ثلاث جوان. اكيد انت ايه بروفيتس عامله ازاي، الدنيا عندك عامله ازاي، السيلز بتاعتك عامله ازاي. The problem lies in what scores to keep. Some basic principles for accounting systems follow. Accounting should fit the needs of managers for rational decision making rather than the dictates of textbook or checklist. Accounting should be based on lines of responsibility. ماشي، يعني accounting should permit controllable cost to be identified. يعني جزء ما هو ماشي، الاكاونتنج حلوه وجميله ومهمه وبتمشي وفقا للراشنال ديسيشن ميكنج، اكيد عمليه اتخاذ القرارات المعقوله يعني بتاعت الاداره. ماشي كلام ما يفيدناش خالص. Budgeting
البادجيتنج كنترول من الكنترولز اللي بتعتمد عليها الاداره. A budget is a statement of expected result. انا متوقع ايه؟ الموازنات، البادجت، الموازنات التقديريه، expressed in numerical terms، في شكل ارقام. انا متوقع ان السنه الجايه هصرف مصاريف 100,000 وهيجي لي ايراد 600,000. As a control، يبقى بنعتمد على البادجت as a control اكيد، لان انا لو معمول البادجت دي صح وجيت بعد ما كنت متوقع اني هصرف 100 لقيت نفسي صرفت 200، عرفت كده وبقى في الارم وبقى في ريد فلاج، في حاجه مش مظبوطه هنا. It sets a standard for input of resources and what should be achieved as outputs and outcomes. Those who are responsible for meeting a budget should participate in its preparation. الناس اللي هتحقق البادجت اللي هو احنا متوقعين ان احنا هنحقق ايراد 1,000,000 جنيه، مين اللي هيحقق الايراد 1,000,000 جنيه ده؟ الناس بتوع الفانكشن الفلانيه. يبقى طالما هم اللي هيحققوا يبقى لازم ان هم كانوا يبقوا مشتركين في اعداد البادجت اصلا والتارجت اللي اتحط لهم ده، وان هم فعلا كمان متوقعين ان هيجيبوا ايراد 1,000,000. مش احنا اللي متوقعين، احنا كده واحنا قاعدين بنشرب كوبايه الشاي احنا متوقعين ان هم هيحققوا 1,000,000 ويجي هم يحققوا 100,000. لا، لازم هم نفسهم يبقوا مشتركين، لان هم اللي في الفيلد وورك وهم اللي في الماركت وهم اللي في ارض الواقع. Those responsible for meeting a budget should be provided with adequate information that compares budgets with actual events and shows reasons for any significant variances. ولازم الناس ديت تبقى عندها المعلومات الكافية جدا، واي فروقات تحصل لازم ابلغهم الفروقات من الاناليسس بتاعي، الفروقات دي وارد تبقى حصلت ليه، هل تقصير منهم، هل الماركت فيه مشكلة، هل 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 هل. Management should ensure it receives prompt feedback on performance variances. ولازم المانجمنت تبقى صحية قوي وتبقى اي ديفيشن يحصل ما بين التارجتد او ما بين البادجت وما بين الاكتوال بيرفورمانس لازم يجي لها بيه تقرير. All subsidiary budget should tie into the overall budget. اي موازنات فرعية لازم في الاخر تبقى مرتبطة بالموازنة الرئيسية العامة. Budgets should set measurable objectives. Budget are meaningless unless managers know why they have a budget. تمام. Budget should help sharpen the organizational structure. ماشي. اللي يهمنا يا جماعة في جزء البادجتنج عشان ما انتهشي، ان البادجت تستخدم ككنترول. تستخدم ككنترول، ان الناس اللي مطلوب منها تحقيق البادجت لازم تشارك في اعداد البادجت، ان المانجمنت لازم يتم ابلاغها باي variances او deviation ما بين التارجتس او البادجت والاتشيفد فعليا او الاكتوال بيرفورمانس. اخر حاجة الريبورتنج. الريبورتنج كنترول. الريبورتنج كنترول احنا لسه بنقول اهو، المانجمنت لو في اي ديفيشن لازم نبلغها، واحنا هنبلغها ازاي؟ من خلال الريبورتنج. In most organizations management functions and makes decisions on the basis of reports it receives. اي مؤسسة هتلاقي القرارات اللي بتاخدها الادارة بناء على ايه؟ على الريبورتس اللي بتتقدم لها. شفت خطورة الريبورت؟ Thus, reports should be timely, accurate, meaningful, and economical. The following are some principles for establishing a satisfactory internal reporting system. علشان الانترنال ريبورتنج سيستم يبقى يعني يؤتي ثماره، لازم ان هو يكون فيه لحد ادنى يعني الثمان عناصر دول. Reports should be made in accordance with assigned responsibilities. الريبورت انت مطلوب منك كذا، فبتقدم لي الريبورت وفقا للمسؤوليات بتاعتك. ما تبقاش انت شغال مثلا في البرشيزنج وتقدم لي ريبورت تقول لي الناس في المبيعات ما حققتش التارجت بتاعها، وانت مالك انت؟ هتقدم الريبورتس فيما يخصك وفقا للاسايند ريسبونسابيلتيز بتاعتك. انما عايز تقول حاجه ما تخصكش دي هتقولها كده عصفوره، هتقولها يعني ايه بشكل شفوي. Individuals or units should be required to report only on those matters for which they are responsible. نفس الكلام. Individuals or units، انا مطلوب مني ان انا ريبورت عن الايه؟ عن اللي انا مسؤول عنه. The cost of accumulating data and preparing reports should be weighed against the benefits to be obtained.
كوست بنفيت، مش واحد كح فانا ببلغ الاداره ان واحد كح، واحد مراته خلفت فانا ببلغ الاداره ان واحد مراته، لا كوست بنفيت. انا بريبورت قال لك زي لسه احنا كنا بنتكلم في البادجيتنج ان احنا لما في ديفيشن فببلغ، طب الديفيشن ده كان 1000 جنيه ابلغ؟ لا، كان في ديفيشن عن المحقق، عن انا متارجت ان احقق مبيعات بمليون، بعت ب 999,009 من 10 مش خلاص، انما بعت ب 500,000 ب 600 ب 700 هبلغ كوست بنفيت في الاخر. Report should be as simple as possible and consistent with the nature of the subject matter. They should include only information that serves the needs of their readers. Common classification and terminology should be used as much as possible to avoid confusion. ما ينفعش انا مثلا راجل متخصص، انا الهيد بتاع الاي تي وهدفع ريبورت للسي او، فما اقعدش بقى في الريبورت بقى اكتب كلمات ومصطلحات تكنيكال قوي وكلام ما يفهموش الا حد خريج هندسه بتقدير جيد جدا مع مرتبه الشرف ومش لا، استخدم اللغه البسيطه اللي يقدر القارئ يفهمها كويس عشان هياخد بناء عليها قرار، تمام؟ فابعد عن يعني الحاجات المجعلصه كده وخليني في الايه، في السيمبل فريزز والسيمبل لانجويج. When appropriate, performance reports should show comparisons with predetermined standards of cost, quality and quantity. Controllable cost should be segregated. تمام ماشي. وانا ممكن ان انا يعني وانا لو بقدم تقارير عن الاداء بقارنها بالمستهدف، سواء المستهدف ده كان كوست او كواليتي او كوانتيتي. ماشي. When performance can't be reported in qualitative terms, اسف in quantitative في شكل كمي، لو مش هقدر ان انا اقدم تقارير عن الاداء في شكل كمي، the reports should be designed to emphasize exceptions or other matters requiring management attentions. خلاص، يبقى خلي بالك لازم لو في حاجات استثنائيه اركز عليها واوضحها للمانجمنت كويس. For maximum value، علشان احقق اقصى منفعه من الريبورت سيستم، الريبورتنج سيستم، ريبورت شود بي تايملي. طبعا طبعا التقرير اللي ما يتقدمش في وقته ولا ليه اي لازمه. Timely reports based partly on estimates may be more useful than delayed reports that are more precise. بيقول لك التقرير مهم قوي، السطر ده التقرير اللي هيبقى معتمد جزئيا على شيء من التقديرات بس رايح في وقته اهم واكثر مش اهم اكثر فايده من التقرير اللي دقيق جدا بس ما راحش في وقته. تمام. يعني انت ممكن تعمل تقرير، خلاص المانجمنت هتاخد قرار يعني فيصلي ولازم التقرير ده، فانت ما تتاخرش عليهم لان خلاص عارف انت زي سهم البورصه، انت هتشتري تبيع هي في لحظه، فلازم لحتى لو في قرارك او عندك المعلومه فيها جزء تقديري مش مشكله، بس هتبقى افيد من ان المعلومه ايه 100% بس مش في وقتها، خلاص الطلقه كانت اتضربت. اخر حاجه، report recipient should be polled periodically to see whether they still need the reports they are receiving or whether the reports could be improved. لازم كل فتره الناس اللي انا ببعت لهم الريبورتس او بقدم لهم الريبورتس بتاعتي باخد منهم فيدباك كده، ها الريبورتس تمام ولا محتاجين ازود لكم فيها حاجه، محتاجين اعدل حاجه، محتاجين في جزء معين اشيله اضيفه، يعني باخد منهم الفيدباك وبعمل الامبروفمنت المطلوب. كده خلص يونت 6 الحمد لله، فاضل لنا يونت 7 ان شاء الله باذن الله في المحاضره الجايه. يعني انا حاولت ان انا اسرع الريتم شويه علشان انا عارف ان الفتره اللي فاتت كان في تاخير، بس اكيد ما كانش بايديا، كان غصب عني. ربنا يوفقكم جميعا واشوفكم على خير، والسلام عليكم.